ايه لبس العرة ده؟ اللبس العرة ده يا حبيبي كان لبسك في يوم من الأيام، ولا أنت نسيت؟ ليك حق طبعا تنسى، ما أنت خدت على البراندات. طب وإيه اللي مخليك شايلاه لحد دلوقتي؟ ليه ما شحتيهوش ولا رميتيه ولا قطعتيه في 60 دهية؟ الله يرحمها أمي هي السبب، قالت لي يا هلا نصيحة وتحطيها حلقة في ودانك واوعي تنسيها، ما ترميش دلوقتي حاجته، شيليها عندك عشان هتحتاجيها في يوم من الأيام وتطلعيها له وتفكريه بأصله. ممكن أفهم إيه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ لازمته إنك نسيت، نسيت إن أنا اللي عملتك، انت كنت ولا حاجه، صفر على الشمال، انا اللي خدتك ونظفتك وعملتك بني ادم. مش ده القميص الفسكوس وده البنطلون الجينز الجربان اللي ما كانش حيلتك غيرهم؟ مش دول اللي كانوا عليك اول مره جيت لي المحل وقلت لي ولاد الحلال دلوني عليكي عايز اكل عيش؟ سالتك بتعرف تعمل ايه، قلت لي دايس في كل حاجة، أكنس، أمسح، أعمل شاي، أنظف عدة، أغسل شعر، وقلت لي إنك كنت صبي حلاق ويدوب معاك الإعدادية، صعبت عليا واتحايلت على صاحب المحل عشان يشغلك. بس انت حبيتيني، اوعي تنكري، وعلى الاساس ده حطيتي ايدك في ايدي ولعبنا كل الالعاب لحد ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. ايوه لعبنا كل الالعاب، هو ده مربط الفرس. كنت بشوف النسوان وهي جايه المحل لابسه ايه وراكبه ايه، واحنا يا دوب يومتنا بتكفينا بالعافية، ولما لقيت مش فارق لك حرام من حلال قلت يا بت وفيها ايه؟ يعني انت اللي ما بتقوميش من على السجادة؟ ما الناس كلها ماشية غلط، خليه يلعب ويجيب فلوس. حلوة قوي فقرة الذكريات دي، بس يا ترى هتوصلنا لحد فين؟ هتوصلنا انك اتجوزت من ورايا. انا اتجوز عليكي؟ ايه الهبل ده؟ انا؟ هو ينفع اصلا ان انا ابص لواحده تانيه؟ اهو نفع. ايه الكلام الهبل ده؟ هو انا اصلا ناقصني حاجه علشان ابص لواحده تانيه؟ مين الهبل اللي قال الكلام فارغ ده؟ بنتك صدفه. ايه؟ اوعى تكدب وتقول ما تعرفهاش. يا شيخة وقعت يا قلبي. يا البنت المعتوهة دي وصلت لك؟ أنا اللي وصلت لها. بتشتغل مدرسة في مدرسة فرح. أيوة أنا عارف. يا حبيبتي دي واحدة ما تفهمش غير مجنونة ولا نصابة ولا حد زيها عليا عشان تيجي تبخ الكلمتين دول والسلام. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.